يا الله بدعوه مستجابه نورها نور الصباح تشرق بها الافراح مثل الشمس وقت شروقها ويا الله بقسمه خير وبشاره تجيب الانشراح تفرح صدور حتى لو ضاقت تطيب عموقها لأن الحياة مصارع ظروفك بعد عيش وكفاح وقدر خالقها تبي تمضي على مخلوقها لكننا نبذل جهدنا من طيب مبدأ واقتراح وجهنا على عريبنا الجدود نسوقها يا الله.